سير داخل يلا 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 حلوة. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. اليوم عندنا مهمة نقل هذه الأبوة، نشيلها من هالمكان والمجموعة هذه بنوديها مجموعة ثانية، لكن كيف ندخلها في القفص شوي الأمور متخربطة. بنحاول إن شاء الله من دون أي تخدير من دون أي شيء، إن شاء الله تكون الأمور طيبة. تمت المهمة بنجاح، شوية خوفنا من هناك دخلت القفص على طول. هذه أسرع مهمة نفذناها. يلا أمور طيبة أمور طيبة. البيبي بنت فوق بنت فوق لا ما بنت بنت فوق بنت فوق عشان تقدر ترفعها. هاي ترى سير فوق نفر بنت يلا بس لا يرى بس 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 ما وديك مكان أحسن منها. خيار التخدير عنا آخر خيار، دائما نستخدم النقل في الحديقة وخارج الحديقة من دون أي تخدير. طبعا المكان في رملة القفص شوية ما يمشي بسهولة لأن في توار لكان يغرز. ما شاء الله عليهم. اي والله هذا انه خذا طبعا يشجعهم. يلا فارس يلا فارس رددوا وياهم قولوا هيا يلا. والله حتى اللبوة مستغربة تقول شكله بيذبحوني بياكلوني شيء شيء يسوون. يلا اموره طيبه بطلوها بطلوها. يلا بطل 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 يلا بطل بس بطل عادي يلا سير داخل يلا 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 حلوه. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.